بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى رضي الله عن آله أئمة الهدى وأصحابه الكرام الذين بهم يقتدى ومن سار على نهجهم وارض عنا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. هذا الباب أصل عظيم مهم مأخوذ من هذه الآية التي قرأتها ومن أحاديث سيعرض لها الإمام النووي. وقلت إنه أصل لأن كثيرا من الناس يزين لهم الشيطان ألا يحترم ولا يسلم ولا يقابل بوجه طلق إلا ذا الشأن من الناس والمكانة والمال والمنصب والقوة والجاه. أما إن رأى فقيرا ضعيفا مسكينا بسيطا فإنه إن كلمه في نظره، إن تنازل وكلمه يكلمه من رؤوس شفتيه ومن طرف أنفه: من فلان؟ وأنت من؟ يكلمه هكذا. هذا أمر موجود في معظم شرائح الناس، في المتدينين وغير المتدينين، في المتعلمين وغير المتعلمين، في الرجال في النساء في الأطفال. ترى إذا رأى إنسانا، كثير من الناس للأسف إذا رأى إنسان بالعام لبس طقم سلم عليه، غير الإنسان لبس بسيط يهد لبس طقم يؤذى لبس طقم. كرامة الإنسان ودينه وعقله تكون بلباسه بمنظره. هذا أمر عجيب ينتبه إليه المؤمن انتباها كبيرا. لذلك عنون الباب: باب فضل ضعفة المسلمين، الضعفاء منهم والفقراء والخاملين. قد يقولون هؤلاء أصحاب فضل ومنزلة. نزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم ولا تعد عيناك عن. تلك في آية أخرى، هذه في سورة الكهف التي يسوقها الإمام النووي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. اصبر نفسك بمعنى احبسها وثبتها. قال بعض أهل العلم: نزلت في جماعة من المشركين جاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظروا فإذا حوله الفقراء والضعفاء، فقالوا: إن لا نجلس مع هؤلاء، اجعل لنا مجلسا منك بمعنى خاصا لنا، وحينها نأتي إليك ونستمع لك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الدعاة إلى الله عز وجل، فينوع أساليب الدعوة. الغني له طريقة، الفقير له طريقة، الكبير الصغير، المرأة الإنسان العجوز، حسب كل إنسان وحاله يدعوه. رأى هؤلاء مستكبرين، رآهم مستكبرين، ورأى أنه إذا خصص لهم، فكر في هذا، مجرد خيال خاطر عبر في باله، أنه إن خصص لهم مجلسا دون أن يؤذي باقي الصحابة فقد قال هذا المجلس لهؤلاء مثلا، قد يسلمون. طيب إذا أسلموا، إذا أسلم هؤلاء الأغنياء الكبراء يترتب على إسلامهم نفع كبير لعموم المسلمين. أولا أموالهم يخرجون منها الزكاة يعينون فقراء المسلمين، ثانيا جاههم قوتهم يخدمون بها عموم المسلمين، ثالثا أمام قبائل العرب صار للمسلمين قوة ومكانة ومنزلة، رابعا يساعدون الضعفاء، وهكذا لها فوائد كثيرة على عموم المسلمين على الفقراء والأغنياء. خطر في باله هذا فلم يلبث إلا ونزلت الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد ولا تصرف ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ما أراد رسول الله زينة الحياة الدنيا، ولا أراد أن يخصص مجلسا لهؤلاء من أجل مال يأخذه
أو جاه سلطان يعتز فيه أمام الناس، أبدا، أراد ذلك خدمة للدين. فأنزل الله تعالى تعليما لمن بعده، وإن كان الخطاب له لكنه تعليم لمن بعده. كانت العرب قديما تقول إياك أعني فاسمعي يا جارة. قال إيش هذا؟ إنسان في بيته يخاطب زوجته، يا أم فلان لا ترفعي صوتك. زوجته لا ترفع صوتها، من المقصود؟ جارتهم، جارتهم ترفع صوتها على زوجها، فلا يخاطب زوجة جاره جارتهم، وإنما يخاطب زوجته، اخفضي صوتك يا أم فلان، الله أمرنا أن نخفض أصواتنا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هو لا يقصد زوجته، يقصد زوجة جاره يسمعها. وهنا الآية تشير ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. متى رأينا رسول الله طلب زينة الحياة الدنيا؟ في أي شيء؟ قالوا إنما المقصود من أتباعه. يأتي إنسان داعية إلى الله فيقول بجمع حوالي الأغنياء وبفيدها الفقراء، مثل ما قلنا منذ قليل، وهو في نفسه يأتيه الشيطان فيقول هؤلاء الأغنياء ينفقون عليك، يساعدونك، يعطونك، يقول لك منزلة بين الناس إذا كان حولك الأغنياء. يأتي الشيطان بمداخل تبدأ ولا تنتهي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تأبه لكلامهم، يحبون أن يجلسوا مع عموم الناس فليجلسوا، إن لم يعجبهم هذا المجلس فليذهبوا حيث شاءوا. إن الله غني عن هؤلاء، غني عن دينهم وإيمانهم وكل شيء فيهم. تجلسون مع الناس مرحبا بكم، لا تجلسون اذهبوا حيث شئتم. كما قلت لكم والآية الأخرى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سبحان الله. لذلك أحبتي الضعفاء الفقراء البسطاء، كلمة طيبة أهلا وسهلا مرحبا بكم كذا. لذلك ورد في بعض الروايات وإن لم تثبت إسنادا، وإن لم تثبت إسنادا، أن هؤلاء الفقراء من المسلمين لعلهم عمار بن ياسر، بلال بن رباح المؤذن، وهكذا صهيب الرومي، هؤلاء ضعفاء وفقراء المسلمين كانوا إذا جاءوا إلى رسول الله يقول لهم مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. هذا الأمر يحتاج إلى محاسبة ذاتية، بمعنى كل إنسان يرجع إلى نفسه. إذا أجاني درويش سلم علي واحد فقير، لقيت إنسان بسيط، مو شرط فقير شحاد يعني، ها، من الناس جميعا، جوز يكون قرايبي، صاحبي، جاري، صديقي، كثير من الناس، نعم، فهذا إنسان بسيط في لباسه، في منظره، في مأكله، في مشربه، في دراسته، في ماله، بسيط هيئته هكذا. احذر أن تستعلي عليه، يأتيك الشيطان من فلان. سبحان الله. قال ومن الأحاديث عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ فكأنهم قالوا بلى. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ فكأنهم قالوا بلى أخبرنا. قال كل عتل جواظ مستكبر. أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء وبالظاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطيء. نعم العتل كما قال النووي الغليظ الجافي، قاسي جافي في تعامله، هذا عتل. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. قال والجواظ هو الجموع المنوع، جموع للمال منوع من إعطائه للفقراء، فقط يجمعه يزداد كثرة واستكبارا بماله ولا يعطي أحدا ممن يستحقه.
وقيل الضخم في هيئته، المختال في مشيته، هذا الجواظ، العتل، الجواظ، المستكبر، واضحة، المتكبر. هذا لأخبركم بأهل النار. طيب وأهل الجنة في البداية؟ قال كل ضعيف متضعف، هو في نفسه ضعيف، وأما متضعف أي يتضعفه الناس، بمعنى ينظرون إليه نظرة الضعف، إنه منو هاد الشهاد، منو هاد الدم، لا دراسة، لا شهادة، لا منزلة، لا قوة، لا مال، لا سلطان، لا جاه، لا أقارب، إيش أنتوا؟ أعيد فأقول القيمة ليش بهذه الأشياء؟ هل القيمة بهذه الأشياء؟ سبحان الله. قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف، ينظر إليه الناس نظر الضعف، لكن قال لو أقسم على الله لأبره. قال كيف أقسم على الله؟ يعني يقول يا رب يا رب أسألك الآن كذا وكذا، فيجيب الله دعاءه في الحال، فيجيب الله دعاءه في الحال، من كرامته على الله تعالى، من قربه على الله تعالى، سبحان الله. في الحال لو أقسم على الله يا رب أسألك كذا يجيبه، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. بعض الناس من باب الفائدة يقولون فلان إذا كان رجلا صالحا دلل عند ربه، وبعض العلماء والشيوخ كبار أحيانا يقولون هذه الكلمة، وهذه الكلمة لا تقال أبدا، لا تقال أبدا، رغم أن بعض الناس يقولونها، يطبق فمه الإنسان ويحذر من أمثال هذه الكلمات. المدلل بين الناس من أولادنا وأهلنا أديب أم قليل أدب؟ أجب يا أيها الإنسان، قليل أدب. فلا تقل مدلل على الله، قل قريب إلى الله، مقرب إلى الله. المدلل قليل ترباي، دير بالك، هذا عبد كله أدب، كله تعظيم لله عز وجل. فالقريب من الله يوصف بذلك، لا يوصف بالمدلل. أجئت بذلك على قضية لو أقسم على الله لأبره، الله تعالى يستجيب دعاه لأنه قريب منه، لأنه طائع له، مو لأنه مدلل. لا تستعمل هذه الكلمة، هذه الكلمة تستعمل على الناس كذا، أنه في طفل صغير لا يعي لا يفهم، يعني مدلل عند أبيه كذا، للذم لا للمدح. الإمام النووي ساق أحاديث، لكن بعدها سآتي بالذي بعده لأنه يتعلق به. قال وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أخرجه المسلم. رب أشعث أغبر، هذه رب حرف جر تستعمل للتقليل، يعني لعله يوجد أشعث أغبر. أشعث بمعنى غير مسرح الشعر، إذا الإنسان شعره منكوش شوية هذا يسمى عند العرب أشعث. وأغبر أي أن ثيابه أصابها الغبار، إما بسبب عمله أو لأنه جاء من مكان بعيد فأصابت ثيابه الغبار. نعم، قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مدفوع بالأبواب، يأتي إلى هذا، يأتي إلى هذا، ينظر إلى هذا، يسلم على هذا، مثل هذا لو أقسم على الله لأبره، أخرجه مسلم. كتبت أنا بجانب هذا الحديث، قلت وروى الترمذي، يعني هذا ليس من أصل رياض الصالحين من باب العلم لكنه حديث، قلت وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. في هذا الحديث زيادة، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني ما حدا سئل عليه بالعامة، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، والزيادة الأخرى منهم البراء بن مالك. قال منه؟ من هذا البراء بن مالك؟ كما نقول الآن حديث لا يؤبه له، ما حدا بيعرفه إلا القليل. البراء بن مالك أحبتي أخو أنس بن مالك، إن قلنا هذا عرفنا، أنس بن مالك معروف رضي الله عنه، هذا أخوه،
لكن أخوه لأمي. نعم، البراء بن مالك صحابي جليل فاضل صالح، جعله رسول الله بالاسم من هؤلاء الذين لو أقسموا على الله لأبر قسمهم. أخوه لأبيه أظن. أخوه لأبيه لعله، إيه أخوه لأبيه صدق. نعم، بارك الله، أخوه لأبيه. هناك صحابي صغير في السن، وليس في الصحابة صغار في القدر، هناك صحابي صغير في السن كان أخا لأنس بن مالك من طرف أمه. نعم، هذا أخو لأبي صدق. البراء بن مالك رضي الله عنه ليس معروفا بين الناس كثيرا. المهم، كان بطلا جندا شجاعا قويا جدا. مرت الأيام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترك في فتوحات البلاد. حصروا يوما حصنا، لعله في زمن عثمان رضي الله عنه إن لم تخني الذاكرة، فاشتد الحصار عليهم ولم يفتح لهم، فجاءوا إلى البراء وكان معهم، وكان أنس معهم رضي الله عنهما، فقالوا يا براء لم يفتح الحصن. قال ما تريدون؟ قالوا أقسم على ربك. قالوا أقسم على ربك، فرفع يديه، قال اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وتجعلني أول شهيد في سبيلك. فلم يلبثوا أن فتح الحصن واستشهد البراء رضي الله عنه. فتح الحصن واستشهد البراء رضي الله عنه. أناس صالحون أخفياء لا يحبون الظهور ولا المظاهر ولا المال ولا الجاه. لا أقصد لا يحبون المال، يعني بعض الناس يقول إذا جاء المال ما أقصد حرام أو حلال، لا يحب الرجل متوجه إلى طاعاته إلى عباداته، سبحان الله. قال وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع أو يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. متفق عليه، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. لو ملأنا الأرض يعني مليون إنسان من هذا، هذا خير منه، وهو عند الناس هذا حري إن خطب أن ينكح. جاء من عيلي، أول شيء يقول لك من عيلي، صحيح. دخلت بيتهم شلون النسوان أخواتنا الله يجزيهم خير، دخلت بيت صح، ودخلت بيتهم تقيمهم صحيح، تعطيهم دين وعقل وكرامة صحيح. منظر مدخل البناي والبيت، عند المدخل إذا مدحن كويس، إذا في زخرفة في البيت، إذا في أضوية لدات حديثة ما قديمة، إذا يونات هدول تخلفين تخلفين هدول وين أنتوا؟ شو هالشيء؟ كثير من الناس كبار صغار يتعامل بهذا الأسلوب، وهو المتخلف، وهو قليل العقل، وهو قليل الدين، وهو المجنون، المجنون المطلق المطبق. يا أيها الإنسان تعامل الناس على أي أساس؟ أيضا زوجتي وأختي، لا أعني ذلك أن النساء يعني قليلات، لا أقصد، ولكن يعني يأتيها الشيطان من أجل المظهر، من أجل المال، من أجل حب الشهرة. ما هي القضية هكذا؟ أيضا بالمقابل، ليس أمر مهم، ليس كل فقير يعني أنه داخل في هؤلاء الصالحين. هناك فقراء لا يصلون ولا يعرفون للدين وزنا، هذا أمر آخر. أيضا هذا أمر واضح، فقير والعياذ بالله يشتم الدين والعياذ بالله، ايش وزنه هذا؟ هذا صفر، لا شأن له، هذا لا دينه ولا دنياه والعياذ بالله تعالى. ليست القضية مجرد الفقر أو الغنى كما أشرنا،
القضية الدين، الاستقامة، الإخلاص، الصدق، التقوى، هذه القضية. سبحان الله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي، يقال ملؤها وملؤها. سبحان الله. احتجت بمعنى طلبت كل واحدة منها حقها ممن؟ من ربها عز وجل. سبحان الله. هذا يفيد أن للمخلوقات شيئا من إدراك، شيئا من فهم. كيف هو؟ لا يؤول. يعني لهم عقل؟ بيجي واحد بيقول لا يا أخي لا يوصفون بذلك، ولكن لهم شيء من إدراك. نعم، الله تعالى قال أيضا سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن من شيء، إن بمعنى ما، يعني ما من شيء، يعني لا يوجد شيء في الكون إلا يسبح بحمد الله عز وجل. طيب قال أنا ما بعرف ولا بسمع. قال هو أجابنا رب العالمين ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما قال لا تعلمون لا تسمعون، قال لا تفقهون. الأمر أعظم من هذا. كيف يكون؟ يحتاج إلى فقه، لذلك بنقول فقه، يحتاج إلى علم، إلى أمر عظيم جدا. لذلك لها إدراكات، الله أعلم بذلك. النار تقول في الجبارون والمتكبرون، لماذا تقول هذا؟ هي تكرههم. الجابون هذول عندي المجرمين يعدين معي، الجبارون والمتكبرون. سبحان الله. جبار الظالم المؤذي، والمتكبر معلوم. وقالت النار، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. ما عندي غير الدراويش أنا، ما في حدا زعيم يجي يبركون. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله. أي كل إنسان بالعام يتكلم له، كل إنسان يحب الظهور. سبحان الله. ماذا يحتاج؟ ده أظهر أنا. إذا ظهرت بده يقول دينك، ما هي مشكلة. بده يقول شرفك والعياذ بالله، ما هي مشكلة. أنا أسمع وأعرف وكل الناس يعرفون. مرة حدثني بعضهم قال فلان تعرفه؟ نعم. وصل من جملة وصل، استغفر الله، بقلة شرفه والعياذ بالله، يزين زوجته ويقعدها بين الناس ذوي المكانة. لا تجاوز، انتهى الموضوع. مو شرط والعياذ بالله للزنا، ها انا ما اقصد ذلك، لكن زوجته جميله يجلسها امامهم ينظرون اليها، تحادثهم باسلوب لطيف هؤلاء الذين حولها، فيقضون لزوجها حاجاته بهذه الطريقه. مو شرط بالزنا، اكرر ولا اقصده، ولكن بهذا. اعوذ بالله، اعوذ بالله. لذلك سبحان الله هذه القضايا ايها الاحبه. فمثل هذا يريد يقول لك، إن قلت له الموت يقول لك بدي الموت. هو يعرف ماذا سيجري له بعد الموت، يقول لك أنا موت يا أخي، دبرنا الله، نحن بدنا الحياة الدنيا، دبرنا الآن، أعطيني مصاري الآن، جاه سلطان عز قوة كذا كذا، مكاني بين الناس الآن الآن الآن. لذلك بالمقابل مثل هذا قل أن يكون من أهل الدين والالتزام. قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى، يتكبر. قال العلة والسبب أن رآه استغنى. الآن دورة معظم الناس تفكيرهم عن إيش؟ سل صغار كبار، معظمهم عن إيش؟ أعطيني، دبرني، كتر لي، زد لي. هذا هذا هو التفكير. بس هذا لك سينزل للقبر معك؟ بالله عليك، بالله عليك، أسألك بالله، بس تذكر سينزل منه شيء معك للقبر؟ والله لا ينزل. إيه بعدها؟ فقط جمع بعض الناس. العجيب أنه بعض الناس، أعرف بعض الإخوة في هذا الزمان
عنده ما يكفي لخمسين سنة قادمة. ورغم ذلك إذا ذكر بعض الناس سوء حاله يذكر معهم إيه والله نحن كمان وضعنا صحيح أنت مزبوط بعد جوز بكرة ما يتم معك تأكل فتموت من الجوع صحيح قريبا عاجلا إن شاء الله. لك إيش تقول أنت؟ اتق الله اتق الله اتق الله. معك من المال ما يكفي الله أعلم. وإذا ذكر هذا قل يا أخي أعاننا الله تعالى قوانا الله. وإذا كان هذا الذي يتكلم فعلا صادقا لعله يشير لك بحاجته للصدقة كذا فأعطي. أما والله نعم كأنه إنسان ما عنده شيء سبحان الله. المهم فالجبارون المتكبرون إشارة في الحديث لأنهم أهل النار. وهنا الضعفاء والمساكين معظمهم هذا كما قلت إشارة إلى الأكثر وليس الكل. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابة هذه أو من لفظ الحديث تقم بمعنى تنظف سيأتي. قال ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه إما هي امرأة أو هو رجل سوداء فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني آذنتموني أخبرتموني يعني ليش ما قلتوا لي أفلا كنتم آذنتموني. فكأنهم صغروا أمرها أو أمره يعني مين هذا نزعجك يا رسول الله أنت تكون مشغولا مع الناس جميعا كذا كذا نأتي لنقول فلان مات إيه فلان درويش وهي درويش إيش يعني خلاص رحمه الله. فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره أو قبرها ودوني عليه فدلوه فصلى عليها يعني بعدما دفنت وصلوا عليها قال فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه. صلى الله عليه سبحان الله. هذه الكلمة سبحان الله من عصر الصحابة إلى عصرنا ولعلها إلى قيام الساعة إيش بيشتغل خادم جامع أيوة خادم جامع يعني بقول لك خادم جامع وطية أكثر كمان خادم منو هذا يعني منو موجودة من بشر معدود ليش في الأصل ما هو معدود في الأصل خادم جامع إيش يعني خادم جامع قد يكون ماذا أقول كما قال الحديث منذ قليل هذا خير من ملء الأرض من هذا إيش خادم ما خادم هذا الإنسان هذه المرأة كانت تقم المسجد أي تكنسه تذيل الأوساخ من أطرافه هذا عند الله أمر سهل. قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل من سادات البشر أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هذه خدمة بيت الله شرف تاج على رأس الإنسان إلى يوم القيامة تصغر أمره يعني خادم المسجد تصغره سبحان الله. لذلك أشار إليهم أفلا كنتم أذنتموني أخبروني مثل هذا ليس إنسانا ضعيفا أو لا قيمة له هذا إنسان له فضل وفضيلة ومنزلة عند الله تعالى سبحان الله. أيضا يستفاد من الحديث أنه إن لم يصلي الإنسان على ميت جاز له أن يصلي على قبره بعد دفنه قريب جار صديق قالوا لي أنه توفي لم أحضر جنازته فدللت على قبره عرفته يجوز لي أن أقف أمام القبر متوجها إلى القبلة والميت بيني وبين القبلة يعني كأنني أصلي عليه حاضرا الآن وأصلي عليه صلاة الجنازة جميل. هذا القول بناء على هذا الحديث قال به عدد من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد وقال أبو حنيفة يرحمه الله لا قالوا الحديث يعني رد الحديث حاشا العلماء رضي الله عنهم أجل وأعظم من أن يردوا أحاديث رسول الله بل يضعونها تاجا يأخذون بها لكن قال أبو حنيفة هذا خاص بهذه المرأة هذا خاص بها
وليس لكل الناس، لكن الراجح جواز ذلك لكل البشر. توفي إنسان، صديق، جار، أخ لا أعرفه، ذهب إلى قبره أصلي عليه، الراجح لا حرج في هذا بإذن الله تعالى. قال عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. المسكين في ظاهر الأمر هو الفقير، هو قريب يعني من منزلة الفقير، وقد فرق الفقهاء بين الفقير والمسكين، بعضهم قال أشد حاجة وفقرا، بعضهم قال لا الفقير أشد. المهم يعني شبيه بالفقير. وأصحاب الجد محبوسون. قال النووي: الجد الحظ والغنى. نحن نقول في الدعاء: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد قال الحظ والغنى، بمعنى إنسان صاحب مال ينفعه ماله عند الله لا يساوي شيئا. وأصحاب الجد محبوسون، أي أصحاب المال محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد. لماذا؟ عندهم حساب طويل. من أين لك هذا وأين وضعته؟ من أين وأين أنفقت؟ من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ كما ورد في أحاديث أخرى. نعم، لذلك يسألون فيحاسبون فيطول بهم أمر الدخول إلى الجنة. قال: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. هذا اللفظ يشير إلى أنه لا يشترط أن يكون صاحب المال من أهل النار، ما هي مقصوده، وإنما أنه لا يزال يحاسب، بينما الفقير ما عنده شيء، على ما يحاسب؟ خذوه إلى الجنة. ذاك عنده كثير، كل ما عنده من أين اكتسبت وفيما أنفقت. وبعض الناس يستيقظ لا ينام يرى العمل في عينيه، وكما قلت لو أنفق المال الذي معه بعد موته بخمسين سنة لكفاه، لكنه يستيقظ على العمل وينام على العمل ويراه في نومه ويراه في جده وهزله ولعبه وحديثه مع جاره وزوجته وابنه. يا أخي هون عليك، بالله عليك هون 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 هون، ليس الأمر هكذا. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. يستشهد بعض الناس بهذا الحديث على قضية كثرة النساء في النار، وبعض الناس بالمقابل يرد هذا الحديث فلا يقبله أبدا. هذا يا أيها الأحبة باختصار شديد، لأنه قدر الله بقدره أن أكثر البشر أو الجزء الأكثر منهم هو من النساء. الآن تسمعون الإحصائيات، معظم البلاد سكانها نساء، بالتالي ما دام الجزء الأكبر من البشر، بالتالي ما الذي سيجري؟ سيدخل جزء منهم بحسب عددهم إلى النار. انتهى الموضوع، لا لأنهم أقل من الرجال ولا لأنهم أعلى من الرجال. شمايج الدجالون يقولون لك: إيه والله شفت القرآن والدين والإسلام شلون بيميز بين الرجل والمرأة؟ لا بيميز ولا بيزيد ولا ينقص. ما هي القضية هكذا؟ القضية عددهم أكبر، بالتالي سيدخل عدد منهم أكبر. الآن في هناك بعض الروايات فصلت قليلا، ذكر رسول الله أن النساء أكثر أهل النار، فسألت امرأة: يا رسول الله لما؟ في شيء سبب معين؟ قال: نعم، في لفظ تكثرن الشكاه، ولفظ آخر وتكفرن العشير، بمعنى ليس أيضا دخولهن النار بمعنى أنهن صرن كافرات مخلدات في النار. أيضا هذا مهم. الإنسان بمعنى قصر في عمل صالح أو أخطأ في ذنب دخل النار وهو مسلم سيبقى؟ لا، يعذب ويخرج. فعامة من دخلها النساء أخطأت، من جملة الأخطاء ذكر لهن خطأين جليلين: تكثرن الشكاء. شلون أمور؟ ما في شيء والله، جوزك ما عم بيشتغل، بيتنا قديم، غراضنا ما في شيء، ما عم نتجدد شيء، أكل والله ما عم، يا دوب عم إيش عم ناكل. كون كل هذا كذب، كله كذب. تكثرن الشكات أي تشتكين على قدر الله تعالى، فهذا يؤدي للعذاب.
الثانية يعني بدل الإنسان. لذلك أحبتي يسألك إنسان كيف حالك، دير بالك تقول عم دفش، مش عم دفش، مش عم دفش، عيونك راحوا قال لا، سمعك، قوتك، عقلك، رجليك، إيديك، أمك، أبوك، بيتك، مالك، إيش اللي عم دفشه؟ بدك دفشة تروح على النار مثل ما هو، هي بدك دفشة على النار نهائي. إيش اللي عم دفشه؟ إيش اللي عم دفشه؟ عم دفش نعم الله عليك؟ قال والله الوضع صعب، أدري كلنا نعيش ذلك. قال إيش أقول؟ قل الحمد لله. بس أول كلمة كيف الحال؟ الحمد لله يا أخي، الحمد لله. بعد قد أذكر له بعض الابتلاءات كذا من باب هكذا يعني التحاور، لا من باب السخط على قدر الله. فأول كلمة الحمد لله. قال تكثرنا الشكات وتكفرنا العشير. العشير هو الزوج، بمعنى تنكرنا له حقه. شلون جوزك؟ إن بعمري ما شفت منه خير، بعمري ها وقت ما تزوجت إلى الآن ما رأيت منه خيرا، ما رأيت منك خيرا قط، كما ورد في حديث آخر لحادثة واحدة، قصة واحدة، انتهى كل شيء. 30 سنة ضاعت بكلمة واحدة. فهذا من أحد أسباب دخولهن وعذابهن في النار. أيضا الإنسان يحذر أن يكون في هذه القضية يشبه المعذبات، بمعنى إنسان له حق علي، لا أنكر له حقه، لا أنسى له فضله. أذكر بعض طلبة العلم كنا في مجلس سبحان الله، فقلت له الشيخ فلان صاحب فضل كذا، أذكر أنه يعني أفادك علمك القرآن. قال لا خير. قال أنا أستاذي فلان. لماذا؟ الشيخ فلان الذي قلت عنه توفي من عدة سنوات، ليس له شهرة بين الناس من هؤلاء الذين ذكرناهم البسطاء كذا، بينما الشيخ الجديد له شهرة بين الناس ومقام والخلق بتعرفه. فأنا من جماعة هذا الزعيم، أما من جماعة درويش شعبته اللي أنا بعمري ما شفته، وهو يكذب، طالب علم وإمام مسجد للأسف مهم، وهو يكذب وأنا أعرف أنه ما كان يحسن قراءة القرآن، والذي نهض به هو ذاك الشيخ الأول. ولكن وتكفرن العشير يعني تنسين فضل صاحب الفضل عليكن، هذا ليس من أخلاق المسلم. أستاذ كذا صاحب فضل علي، لو بلغت أنا من المنزلة والمقام كبيرة أقول فلان صاحب حق وفضل علي، أفادني في يوم من الأيام، جزاه الله خيرا. هذا من واجبات المسلم في كل حال. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل النار، من أهل الجنة، ونعوذ بك أن تجعلنا من المتكبرين من أهل النار. والحمد لله رب العالمين.